شيخ عبد الله حسن حاشي بربراوي يا خطبتي سيتش معاك هالله فضلك بشا بركي سنة شبعان مروكو سجنا مساجد كمدينة مقالة هرقيسة وحين كترنا بشا شعبان وبلاها إلهي سبحانه وتعالى كم بضع وبلادي أدوين وقيمة بضان لكن دتك بدن كود قيمة هذا موقعيهين أرنتنا وحصابنا وغدي سنو شيخ النبي قال عليه الصلاة والسلام وحيودا حيسا لبا بلاد وطهرا اتهاي بيش رجب وكميدا بلاها حرمضا له افرطا طلبنا اتهاي بيش رمضان وبيش الهي ويني يسوم كيدا وفر اليالي صلاة الليل كيدا نسيدا قوني دا وشرعيه بيش الهي سبحانه وتعالى هبين نديدا وكدري هبين كقيمها بضان عمل كلا سمايا وكخير بدنيا هاي عمل لا سمايا كم بلاط تاسي واحد صابته بشاني دات كيني كقر صوانته قدر كايلا ذا هين دات فرب بدنيا هاي كبرا رقين ولهذا أبو النبي عليه الصلاة والسلام صلى بشا شعبان كهد لايا فيما رواه أحمد من حديث أسامة ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان بشاس شعبان وبلدتك أي موقيهين وحيونا حيث بشا ليلة هذا الرجب يا بشا رمضان نبي عليه الصلاة والسلام سيدا مركو ليهي وحين نقبر رجينا يا ما دام بشنا يتهاي بالفضل قيدا أريدتك إن بضان كبر رجسنين إن غفك كبرى رقيسه كفى إذا استه عمل صالح ونكسن إلهي درادي أصمياه ونقنا يقف بشاسي كغني ميستي سيدو كرا الشيخ بربرا وعيا كه الله فرماه الله يسوكو دربرا هايكو كولان تبول شدو سلامار كان عيداد كوكو كلا دلبانا يان عافيسي سامحاد وحمال مهن عادو سعطا ومواقع التواصل الاجتماعي براها بلشدو اي كوحن الدو اذ لو مصدرا هذا الله مركا اللي اسكتو استوسيي وكو صابسا اسامح قفك اهر رسائد سامحي سيقلق وقفك انت سوقف اصدرا وهذا لا اصل له يا عباد الله هذا من البدع المحدثة في دين الله سبحانه وتعالى قفنا يا انو اختي سيسك قلو من قفك عدة وعقية هيني كدا حيصو إسو عرض أما إصنع يعدا ودي عدة صوائن له شيء لكن الومد أردا ورد درا أولاد واحد دون يا إنا نقول قفك أو الرياض سامح إسو أدا وحكو سمي أدان تنفلي أدان تنك جابي هذا لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام نبي وما أمر سحابة سقالي قهانا ما الصمين بارك فاد لقعدة مقبه يا هساب هرقيسة.